حقق فريق النادي الأهلي فوزا مثيرا على الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد السلام في إطار الجولة 9 من مسابقة الدوري العام. وتقدم الأهلي عن طريق وليد أزارو في الدقيقة 15، ثم تعادل عمر السعيد للإنتاج في الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ضربة جزاء، ثم أضاف أزارو الهدف الثاني في الدقيقة 77، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 10 نقاط من 4 مباريات خاضها بالبطولة حتى الآن، ويبقى في المركز العاشر وله 5 مباريات مؤجلة، فيما توقف رصيد الإنتاج الحربي عند 9 نقاط ويبقى في المركز الثاني عشر وليس له مؤجلات.